لم نتفاجأ وحدنا من فرض الحصار، فقد تفاجأت معنا دول كثيرة شكك قادتها بدوافعه وأسبابه. وقد وعدت الدول المحاصرة كل من سألها عن أسباب الحصار أن تقدم له الأدلة عن مزاعمها العبثية وافتراءاتها ضد قطر، والتي تغيرت حسب هوية المخاطب. وما زال الجميع ينتظر أدلة لم تصل ولن تصل، لأنها غير موجودة أصلاً، ويوجد نقيضها الكثير من الأدلة حول مساهمة قطر في محاربة الإرهاب باعتراف المجتمع الدولي كله. لقد كافحت دولة قطر الإرهاب، ويشهد بذلك المجتمع الدولي بأسره، وما زالت وستظل تحاربه وتقف في معسكر من يحاربها أمنياً، من يحاربه أمنياً، وترى ضرورة محاربته أيديولوجياً أيضاً، وهي تتجاوز ذلك إلى الإسهام في تجفيف منابعه من خلال تعليمها لسبعة ملايين طفل حول العالم حتى لا يقعوا فريسة للجهل والأفكار المتطرفة. لقد رفضنا الانصياع للإملاءات بالضغط والحصار، ولم يرضى شعبنا بأقل من ذلك. وفي الوقت نفسه اتخذنا موقفاً منفتحاً على الحوار دون إملاءات، وأعربنا عن استعدادنا لحل الخلافات بالتسويات القائمة على التعهدات المشتركة. فحل النزاعات بالطرق السلمية هو أصلاً من أولويات سياستنا الخارجية. ومن هنا أجدد الدعوة لحوار غير مشروط القائم على الاحترام المتبادل للسيادة، وأثمن عالياً الوساطة المخلصة والمقدرة التي دعمتها دولة قطر منذ بداية الأزمة، والتي يقوم بها أخي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، كما أشكر جميع الدول التي ساندت هذه الوساطة. واسمحوا لي في هذه المناسبة ومن على هذه المنصة أن أعبر عن اعتزازي بشعبي القطري ومعه المقيمين على أرض قطر من مختلف الجنسيات والثقافات. لقد صمد هذا الشعب في ظروف الحصار ورفض الإملاءات بعزة وكبرياء، وأصر على استقلالية قرار قطر السيادي، وعزز وحدته وتضامنه، وحافظ على رفعة أخلاقه ورقيه رغم شراسة الحملة الموجهة ضده وضد بلده.